غادي نبدا من كمل يونس التعليق ديالو قال بان سيسوكو محرك في وسط الملعب ديال وسط الملعب ديال توتنهام وسيسوكو ديال تيطوان محرك حتى هو عبد الله سيسوكو فتح العقد بالتراضي مع الفريق باش يتليبر واحد البوست بالنسبه للاعبين الاجانب لانه كنعرفوا ان المغرب تيطواني كانوا عنده 4 ديال اللاعبين الاجانب وتعاقد مع جوج كان ضروري انه يليبر جوج ديال لي بوست مشى واحد اللي هو عبد الله سيسوكو في انتظار فسخ العقد اما مع مارتين مينغو او مع نيلسون سينكاتوكا او الاعاره واحد فيهم باعتبار ان المغرب تيطواني يعني استقدم هذا الموسم هذا جوج ديال اللاعبين اللي هما شعبان شيلوندا وايضا السنغالي مام ليما مولاي جاي هذا اخر تعاقد يعني في اللاعب الاجانب اللي كان تم البارح ففريق المغرب التطواني مطالب انه يليبر يعني مركز اخر اذا بغى يستفد من طبعا من التعاقدات هذو نذكر المرضي غير عبد الله سيسوكو ما انتقرب بزاف الفريق يعني واعتقد انه لاعب اللي كان مزيان قدم مستويات كبيره مؤخرا مع الفريق هذا يعني بانه اللعاب اللي جاوا فغيكونوا افضل من سيسوكو سيسوكو كان عنده واحد المشكل هو انه يعني البدايه ديالو مع فريق مشطوني كانت بدايه كبيره بزاف وتالق بشكل كبير حين ان يمكن بعد الاصابه فالمستوى ديالو تراجع بشكل كبير جدا وكان عنده مشاكل حتى يعني مع الاداره التقنيه السابقه خصوصا ملي كان رضا حكام فما كانش كيلعب الا تذكرنا بزاف المباريات ما لعبهمش كان كيدعي ديما الاصابه واخا ان يعني كيكون يعني على حسب ما كيوصل ان ما كيكونش مصاب كان بغى يعمل مشكل بين قوسين ديال العنصريه وقال بان المدرب قال علينا بان ما نلعبوش حنا على حسب اللون وداك الشيء وطبعا داك الشيء ما كانش مهم مجموعه من الحاجات اللي خلت ان المغرب التطواني بحال اللي بغى يفسخ العقد معاه لان كيشوف ان التكلفه الماليه ديالو كبيره بالاضافه للعطاء ديالو ما بقاش كما كان في 4 أو 5 ديال المباريات الاولى بدايه الموسم الماضي فهذا كان يمكن من احد العوامل اللي خلت المغرب التطواني صارع بالفسخ العقد ديالو وعندي اخبار يمكن شبه حصريه انه ممكن يمشي للقسم الثاني المغربي يمشي للكوكب المراكشي ولكن طبعا هادشي يقدر تاكدوا الساعات المقبله القادمه او يكون عنده فريق اخر ولكن على حسب ما وصلني بانه ممكن انه يمشي للكوكب المراكشي عبد الله سيسوكو قلت بان نذكر باللاعبين اللي استقبلوا فريق المغرب التطواني ويمكن نجاوبك على السؤال ديالك وان اللاعب اللي جا فريق المغرب التطواني وخصوصا شعبان شيلوندا كيبان مستوى كبير جدا في المباريات الاعداديه اللي لعبها فريق المغرب التطواني تكتيكمون كيبان هذا اللاعب مزيان وحتى تكنيكمون مزيان طبعا كيبقاو المباريات الوديه هي اللي تجري فقط وخصو ياكد المستوى ديالو في المباريات الرسميه وشحال محمد شفنا من اللاعب كيتالق في المباريات الوديه في بدايه الموسم ولكن في المباريات الرسميه كي يعني كتشوف لاعب اخر نتمنوا العكس اللي يحصل على المستوى ديال اللاعبين اللي جابهم فريق مسطواني واللي كانوا يعني انتدابات بالمقاس وكل لاعب تبارك الله قدم مستويات كبيره في المباريات الوديه نذكروا بها السي المرضي كاين شعبان شيلوندا شكون ثاني شعبان شيلوندا وكاين هشام خلوه لاعب تقنيا مزيان بزاف بدنيا باقي خصو يخدم شويه لان كيبان ان البوا ديالو زايد شويه ولكن يعني تبارك الله سجلوا كره وحريفي كما نقولوا اللاعب ايضا محمد كمال اللي في جوج المباريات الوديه اللي لعب كبير بزاف حتى ان التساؤلات من بين التساؤلات اللي كانت كيفاش زعما فريق الوداد البيضاوي تلقى هذا اللاعب هذا يجري تطوان باعتبار ان الا كان هذاك المستوى ديالو في المباريات الرسميه ما خداش المرضي يمكن هذا اللاعب هذا شفتو مع الجيش الملكي شفتو مع شحال من فريق كان ما خداش الفرصه ديالو هذا هو الاشكال اللي تيكون ولكن ان فوا تيجي لواحد الفرقه وتتعطاه الثقه وتياخذ الثقه ديالو فتيعطيه محمد كمال عرفناه كهداف كلعاب كمهاجم اللي مزيان ما عرفتش انت شفتي مع الفريق اكيد انت كتكونفيرمي بانه لعاب مزيان بالفعل لعب مزيان ومزيان بزاف فان في المباريات الوديه دائما كنهضر على المباريات الوديه يعني في انتظار التاكيد في المباريات الرسميه كان انس المرابط اللي تبارك الله بدا كيسترجع المستوى ديالو غنشوفوا تنافسيه كبيره على المركز ديال الظهير ايسر في المغرب التطواني بين حمزه المساوي اللي كيمشي للمنتخب المحلي وايضا انس المرابط اللي باغي يسترجع المستوى ديالو ويسترجع المكانه ديالو في الفريق الحارس يحيى الفيلالي حارس جيد وغتكون تنافسيه بين رضا بوناكا ويحيى الفيلالي يعني هنا اللي زقل البوست ديالو كنظن انه غادي يندم عليه
اخر تعاقد قلت هو مام ليمام مولاي جاي هذا السنغالي لعب بعض الدقائق البارح طبعا ماشي كافيه باش اننا يعني نقيموا المستوى ديالو لكن من خلال الفيديو اللي شفنا ديالو فكيف انه يعني مهاجم خطير وقناص من الطراز الرفيع خصوصا ان الجسم ديالو تبارك الله يعني الطول ديالو طويل بزاف وجا عامر يعني ممكن ان هذا العامل هذا كيعاونو خصوصا في مربع العمليات المغرب التطواني اللي جرى خمسه ديال المباريات الاعداديه ربح اجاكس طنجة 2-1 تعادل مع استاد ماروكان 1-1 ربح الجمعيه السلاويه 1-0 وربح جوج المرات ويد قلعه سرقنا المره الاولى 5-1 المره الثانيه 1-0 هادو هما المباريات الاعداديه اللي جراهم طبعا كان اخر مباراه اعداديه البارح ضد ويد قلعه سرقنا وانتصر 1-0 الهدف ديال طوني جوماري جوي اللاعب النيجيري ديال المغرب التطواني غتستمر التدريب ديال الفريق المغربي بداية من الغد لأن اليوم كان راحة بداية من الغد استعدادا للمباراة الأولى الافتتاحية للموسم المقبل ضد فريق شباب المحمدية نهار الجمعة في 5:30 الملعب اللي غيحتضن طبعا كانت استولة كبيرة شنو الملعب اللي غيحتضن المباراة فهو سان يترمل هو اللي غيحتضن المباراة لأن الإصلاحات بقى ما بداتش في سان يترمل وكنظن أنه غيكون ملتمس من فريق المغربي للجميع بأنهم يأخروا تغيير العملية ديال تغيير العشب من الطبيعي من الصناعي الطبيعي لأن ممكن تضر يعني الفريق المغربي الاسطواني بحكم أن غادي يضطر أنه يستقبل تقريبا ثلثين ديال الموسم إذا بدات الأشغال وتعطلت شوية فممكن أنه يمشي حتى الموسم كامل إذا كان الدريناج اللي كاين في الملعب دابا ما صالحش فالإصلاحات ممكن تستمر 6 شهور يعني موسم كامل تقريبا أخي محمد فالفريق كيحاول ما أمكن أنه يأخر العملية الإصلاح لنهاية الموسم المقبل.